سلاو طالبه لقل هاو كارن بكر امرو ديماني كتابت تام بيشكش دكين لقل بريس ارين مسرور بارزاني سندين برسياري تايبت تيلي دكينو اويش بو يكمين زار لو رقية والله امتان داتو بكر شلونك؟ الحمد لله، شو اخبارك؟ اليوم اني وصديقي العزيز راح نسوي مقابلة ويا شخص جدا قريب من القلب. اذا الناس ما افتهمت هو على منو يحكي، هو اذا يحكي عن كاك ارين مسرور بارزاني راح نتعرف عليه كشخص، وراح نتعرف عليه انه هو شي يحب بحياته، شي يحب يسوي. اكو بعض الديتيلز والامور الصغيره خلينا نقول اللي الناس ما تعرفها، اليوم احنا وياكم راح نتعرف عليها كليتها سوا، فخليكم ويانا. لا تنلي بيت بخير بين شلونك؟ بخير بين، شو اخبارك؟ شكرا الحمد لله. الله يخليك. بخير بك كيفك؟ خوش حالبو؟ خوش حالبي ليمان؟ خوش حال ترمي. سرت هذا معناه لو دفتركين كبزانين تو روجاني خود بتسي وبسر دبيت وزياتر بتسي سرقالي بتايبد لو وضع كورونا ده معناه بزاين بتسي وسرقالي. والله من فانيان كل خو هالدستم اگر وانا مهبت بس استخوت عند زان ظروفنا كاونلاين بس داري ده كم دواتريش اگر واني اركي مالا وهبت هر دواي وانا كعزم ليها زود تواوي كم دواتريش لك الباوكم اگر كاركي هبت بتوانم يارمتي بدا بلا ياخد بچمنا وسروش وورزشي زي كم بلا بس يخويندن تكر دماني بزاين بس اسك جيشتو لخويندن ولا استادا لتبلي تخويندن داي لا قناغي دوامم لا زانكوي امريكي زانكو امريكي كردستان لدوك بلا بلا طيب كاك احنا طبعا بما مثل ما تشوفون احنا بمكان الطبيعه بيه خلابه جدا ومكان رائع مليء بالخضار. من خلال متابعاتي لسناباتك طبعا انت دائما تصور واي مكان تروح له تصوره دائما تحب المكانات اللي بيها طبيعه، وخصوصا حتى اليوم مرضنا نسوي مقابله اجينا المكان بطبيعه. شنو سر حبك للطبيعه؟ راسته والله ودا قريت ابو كاتي مناليم كسرسان بومبا سرشتي جواني كردستان كدتشونا دروا وهر لو كاتب ابو ماي توا بس سيارك هيك كاك بكر باسي اوش تفكر ك زول الناس روج دا او انا ني كدي جري للسوشيال ميديا بلاي دا كي تو زيات الخد دا انجري بلا هم خوم بلا حول دم باشتر بي انجري مش كوب زانم عندك جار او زانم خولي وين انجري زور زور سباس ممنون وين كان ايش زور جوان دي بينين لا وين كان ايش دا زيات الاجل ودي دا كاين حزو ارز ود بو اجل تصم بها ولا بتوكيو با وزيات تر اجل لك تحز لها والله واش هلا من عليها وحسب اسبو باز دكم باز بله باز هر بازي كرديش زور جوانه راستا بو اجاليش كلام مالو هم بيتيش مني نخي اجالك مالي بخي هناك وقتا زين نسال شويه اسئله رياضيه هسه اي والله بما انه انا اعرف انه انت من عشاق الرياضه شنو اكثر رياضه انت تحبها توبي بي اوكي توبي بي وملواني اسب سواري بس اكثر شيء هي كره القدم نعم. خلينا نقول توبي بي زين شنو اكثر نادي مفضل بالنسبه لك برشلونه شو طلع برشلونه جماعتنا انا كمان يعني جماعتي ولو خسرنا احنا قبل يومين بس مو مشكله نعدي لكم اياها جماعه الريال اكثر لاعب محبوب بالنسبه لك ليونيل ميسي ليونيل ميسي مع انه احنا شفناه باخر فتره خصوصا باخر مباراه فد موقف جدا هوايه تألموا ناس عليه اللي كان هو ده يرجف كانت الدنيا بارده وخل مخلص لعبه فتأذينا يعني لكن ان شاء الله الجايات احسن زين كاك عارين ارد اسالك سؤال اذا انت في يوم من الايام كنت مدرب اوكي وصارت عندك فرصه انه تجمع فريق ذهبي من القديم ومن الجديد منو راح تكون تشكيلتك؟ لا جول باريس طبعا بوفون بوفون ولا هيلي برغري راموس اوكي بويول يلا الفيسو مارسيلو هذا ما ينعبر يعني اوكي ولا ناوراستيش جافي انيستا ومودريتش هيرش باراكانيش ميسي اكيد رونالدو ورونالدو البرازيليش يعني كريستيانو رونالدو ورونالدو البرازيلي نعم. ها مع انه انت تشجع برشلونه
برشلونة والبرازيل والبرازيل ايه. لكن رشحت كريستيانو رونالدو. اذا هذا احنا مثل ما تشوفون يعني البرشلونيين يحبون الرياليين حتى لواعيهم، يعني ما عندنا فتشي بداخلنا. كان بكر باس الرياضي كده مش حاسم لي عندك باسي هنر لقلكم هنري كردي الاستاداتون ده بيني جوغري هنري كرديت بله جوغرمو گیاه دادم گورانی کردی و عربیش. بو علت کانی میوزیکیش معجبی سازو عودم. جوانه. یعنی شاره زایت هیلیم. نه خیر ولی بس حس دکم فیر ببم. هاول دادم. دمید پرسیار کلیپ کم بالام برلوی پرسیار کم کم حس دکم بیت ناوراست و. بله. سپاس. بیستو پنجینو تیاد گاری کلیه دژیانه. بیستو پنجینو روزه کی مجویه بو همو کردک. من يجوا همو كردك أستينا تويم جولا. ماستا. بقول ما مستبين زينه روجة كي ميجوية بور همو مانو لبيرو هزري هرم كسيك ما ماو توا. حس ما رد نطول عليك كاكا راح نسألك آخر سؤال اللي هو بما إنه أنت إنسان رياضي شلون تحافظ على شكل جسمك؟ والله من هاول دام درنك هيك ناخو و اگر زیادیش به زیادتر ورزش دکم. نه الحمد لله ما عندك زیاده. الحمد لله. انت الحمد لله باش ما. كاك عارين شكرا لك. زور سباس. وإحنا مرد نطول عليك. شكرا على المقابلة. وإن شاء الله نتمنى لك كل الموفقية في حياتك القادمة. زور سباس بوم درفته خوش حالي. زور سباس بويوش. زور سباس بوم درفته. خوش حال بوم. زور سباس. زور سباس. مثل ما شفتوا أصدقائي هاي كانت مقابلة بسيطة ويا الشخص القريب من القلب كاك آرين مسرور. طبعاً ضلنيان برسياري الزور للاي همو معن هيا بلام أوي أمرو إيما بيستمان تنهات سن برسياري بو درباري قشتي وقنزانة ودور للسياسة. زور سباس بو بينربون تان كاتك خوش. باي باي.